وفي آخر الأخبار العاجلة نبقى في القاهرة، حيث أعلن المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي أن وزراء الخارجية العرب تبنوا قرارا بعودة سوريا إلى مقعدها، وذلك خلال اجتماعهم الطارئ الذي عقدوه اليوم. كانت الجامعة العربية قد علقت عضوية سوريا منذ عام 2011. في آخر الأخبار طبعا الواردة أو المتواصلة حول هذا الموضوع، الجامعة العربية تقرر استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا في اجتماعاتها بعد غياب 11 عام. من القاهرة ينضم إلينا إسلام أبو المجد مراسل الشرق للأخبار. إسلام، دائما الأخبار العربية الإيجابية هي أخبار سعيدة، نتمنى أن تستمر ونسمع المزيد منها. ضعنا في آخر أجواء ما ورد من الجامعة العربية حول عودة سوريا لمقعدها. نعم مايا، يعني قرار من الجامعة العربية باستئناف عودة سوريا مرة أخرى إلى مؤسسات العمل العربي المشترك. على مدار يومين كنا نتحدث نقلا عن مصادر تحدثت إلى الشرق بأن هناك توافقا بين وزراء الخارجية العرب حول اتخاذ هذا القرار، وإن كانت هناك بعض وجهات النظر الأخرى التي ربما تم مناقشتها اليوم في الاجتماع المغلق الذي تم صباح اليوم وكان يترأسه الوزير المصري سامح شكري. 6 بنود تتعلق بهذا القرار المهم حول سوريا والمنتظر. البند الأهم هو البند 5 الذي ذكرته قبل قليل، وهو عودة أو استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو من اليوم. هذا بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى المتعلقة، وفقا لي على سبيل المثال البند 3 الذي يؤكد على أهمية التأكيد على اتخاذ بعض الخطوات الفعالة نحو التدرج لحل هذه الأزمة، وربما هذا كان مطلب بعض الدول التي كانت تتحفظ على هذا الأمر. يتحدثون عن مبدأ خطوة مقابل الخطوة، وأيضا هناك بند مهم يتعلق ب يعني تشكيل لجنة اتصال وزارية عربية تتكون من الأردن، السعودية، مصر، العراق، الأمين العام لجامعة الدول العربية من أجل تنفيذ مخرجات هذا القرار وأيضا مناقشة بعض التطورات مع الحكومة السورية. هناك ربما خلال هذا الاجتماع الذي تم الاجتماع التشاوري المغلق الذي تم صباح اليوم أو الاجتماع الجلسة الأخرى التي لم تنتهي حتى هذه اللحظة، وجدنا بأن هناك توافقا عربيا حول أهمية عودة سوريا، أو بمعنى أصح هناك توافق حول 4 ملفات أساسية أو 4 نقاط مايا إذا تحدثنا عنهم. هو أولا أنه لا يمكن أن تحل الأزمة السورية من خلال الحل العسكري، وأنه يعني ثبت بأن الصراع المسلح هو من زاد من أمد هذه الأزمة. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية هو ما أكد عليه وزير الخارجية المصري بأن الدول العربية ترى بأن لها الأولوية في أهمية أن تكون هي الأولى فيما يتعلق بحل الأزمات في المنطقة، وأن الفترة الماضية أثبتت بأن تدويل القضايا العربية بشكل عام زاد من تفاقم الأزمة وربما سمح لبعض الدول الغربية من التدخل في الشؤون الداخلية. نقطة أخرى مهمة تتفق عليها الدول العربية حتى بعض الدول التي كانت تتحفظ بأن بعض الدول حولت الأزمة السورية إلى حالة من الاستقطاب وزجت ببعض الجماعات الإرهابية في الداخل السوري، ما زاد من تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية وأيضا الإنسانية. أهمية عودة اللاجئين إلى موطنهم من جديد نقطة مهمة تحدث عنها وزراء الخارجية العرب، وخاصة بعد الزلزال الذي ضرب سوريا الشمال السوري وأيضا تركيا في الفترة الأخيرة، وهو ما فاقم أو ما أظهر للجميع بأن هناك معاناة إنسانية ومعيشية للاجئين السوريين، وبالتالي لابد من إيجاد حل لهذه الأزمة. كان متوقعا دون أدنى شك أن يكون هناك قرار، خاصة بعد اجتماعات كانت في جدة واجتماع أخير كان في عمان ضم وزراء خارجية مصر، الأردن، العراق، السعودية ووزير الخارجية السوري أيضا. كل هذه المؤشرات كانت تقول بما لا يدع أي مجال للشك بأن مقعد سوريا الذي علق في عام 2011 سيعود مجددا، ولكن ربما هناك بعض الضمانات التي سوف يكشف عنها في المرحلة المقبلة. طب هذا أكيد إسلام أهم خبر صدر أو أهم قرار صدر اليوم، ولكن أيضا ماذا عن الملفات الأخرى التي يتم مناقشتها، تحديدا الأزمة في السودان؟ يعني انحلت الأزمة في سوريا أو بدأت بوادر الحل، هل من أخبار حول الأزمة في السودان وما تم بحثه؟
نعم، هذه الأزمة مايا تتزامن، أو هذا الملف الذي سيطرح في الجلسة الثانية الطارئة يتزامن مع تطورات سياسية مهمة في السعودية تتعلق بالمحادثات الأولى ما بين قوات الدعم السريع وبين الجيش السوداني. دون أدنى شك، وفقا لمصادر كنا نتحدث إليها في الجامعة العربية، هناك رغبة في أهمية إطالة أمد الهدنة في السودان أولا، وأهمية إيلاء الحل السياسي لهذه الأزمة وجمع هذه الأطراف. هناك بيانات ترحيب صدرت بالأمس من القاهرة ومن بعض الدول بما تقوم به المملكة العربية السعودية من مبادرة تمكنت من خلالها من جمع طرفي الصراع على طاولة مفاوضات محادثات أولية تتم الآن في المملكة العربية السعودية. دون أدنى شك سيكون لها موطئ قدم في اجتماع اليوم، خاصة وأنه يبدو بأن وزراء الخارجية العرب عازمون في هذه الجلسة بالتحديد المتعلقة بالسودان على أهمية إطالة أمد الهدنة، وقف إطلاق النار، ودعوة الأطراف المتصارعة بشكل كبير إلى حل سياسي حتى لا تتفاقم الأوضاع ولا تزداد المعاناة. على كل إسلام، نحن سيكون لنا وقفة أيضا مع مراسلنا في جدة حول هذا الملف والمحادثات وآخر التطورات. إسلام أبو المجد، مراسل شرق للأخبار من القاهرة، منور، شكرا لك.